شو هالتواضع والمحبه لوائل كفوري من صوت استثنائي. تفضل. وين لهون؟ انا هون. مساء الخير. اول شيء مساء الخير جيسيكا ريما. مساء الخير. بدي رحب بالجميع، بدي رحب بضيوفنا من خارج لبنان. بدي اقول ليه عم تكرم وائل؟ ليه بدك تكرم وائل؟ لانه بيشبهه. انا رح جاوبك لانه بيشبهه بعد بالصدق والطيبه والفن الحقيقي. يمكن انا ما فيني احكي، عم تحكي عني جيسيكا. اللي بدي اقوله اليوم جيت جرت العادي انه انا احضر مهرجانات اتكرم. اليوم جيت كرم نجم. كمان جرت العادي انه النجم دائما لا يعمل نجم بده يغني، هو نجم بدون ما يغني، نجم بدون اغاني. يعني اذا بتطلعي فيه هو فايت بتقولي انه هذا النجم بدون ما تعرفي مين هو. اخلاق عالية، موهبة مش كل يوم بتتكرر بوطننا العربي. اثر المكتبة العربية الفنية باغاني على مدار 25 سنة. منعتز فيه ومنعتز بصدقه وبأخلاقه العالية، منعتز بمشواره. هالمشوار ال 25 سنة اللي ما في غنية ما بتنسمع إلا كله بينسمع وكله محفوظ عن ظهر قلب مثل ما بيقولوا. بقى اليوم محبتي إله اللي جابتني اليوم لكرمه. إن شاء الله بيضل نجمنا دايما وبيضل ملعلع بكل الوطن العربي يا رب.